هذا الرجل لما وصل الى هالدرجة من النسيج المتميز استمع الى كلمات عظماء عصر به. الامام الشافعي يقول كان افقه اهل المدينة. الامام مالك يقول انما سمي بزين العابدين لشدة عبادته. عمر بن عبد العزيز يقول لأنت سراج الدنيا وجمال الإسلام. عبد الملك بن مروان يقول لقد بلغت من العلم والمعرفة والورع ما لم يصل إليه أحد إلا من سلف من آبائك. وهكذا أنت تشوف الزمن ألسن تردد مدح هذا الرجل، تشوف الزمن كل على لسان عظمائه. إذا مر بعلي بن الحسين يقيم علي بن الحسين بهذا التقييم وبهذا العطاء.